إذن عن التهديد الإيراني بقصف شمالي العراق وأزمة وجود حزب العمال وفصائله في البلاد، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد العميد الركن خليل الطائي، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية. سيادة العميد، مرحبا بكم. بداية، يعني في أي إطار يمكن وضع هذا التهديد الإيراني بقصف شمال العراق؟ هل من تفسير منطقي لما يجري هناك سيادة العميد؟ حياكم الله. أهلا بك سيدي الكريم. أخي، ما يحدث في شمال العراق من هجمات ومن تهديدات إيرانية هي صفحة مكملة لصفحات التوسع الإيراني في العراق، والذي يتم تنفيذ هذه الصفحات بأدوات ميليشياوية تحت عناوين مختلفة، ولاها الأخير للنظام الإيراني وانتمائها للجريمة المنظمة. وتتحرك هذه الهجمات متوافقة مع ما يوجد من ميليشيات متنوعة، نعم، بحسب المكان والزمان والظرف السائد. نعم. فهذه الهجمات والتهديدات الإيرانية في شمال العراق على مجاميع تدعي أنهم إرهابية معارضة لها هو جزء من الاستراتيجية الإيرانية في إبقاء العراق خارج منظومة الاستقرار الأمني وديمومة التبعية السياسية لها لضمان استمرارية احتلال العراق، وبهذا تخلق حالة من التراكم الاستراتيجي، والذي يعني خلق عدة مشاكل دون قدرة السلطة على حلها، أو خلق جغرافيات قلقة أمنيا ثم تحولها تدريجيا إلى تبعيتها ميليشياوية. سيادة العميد، يعني إيران تدعم حزب العمال في سنجار، لكنها أيضا في نفس الوقت ترفض وجود الأحزاب المعارضة لنظام حكمها في كردستان العراق. كيف يمكن أن نفسر هذه الازدواجية في تعاطي إيران؟ أخي الكريم، إيران تتصرف بوضوح. إيران اليوم تمارس نهجا لو رأيناه من الجانب العام هو نهج متنافس في التعامل مع المجاميع المسلحة في شمال العراق، فهي تهاجم معارضيها الأكراد وفق مفهوم الإرهاب، وتدعم ميليشياتها من حزب العمال الكردستاني الإرهابي وفق مفهوم المصلحة المشتركة. فهي ترى في هذا الحزب الإرهابي مكمل للنهج الميليشياوي الميليشيات العراقية في شمال العراق بالاستفادة من صبغته القومية. لذلك الاستراتيجية العسكرية الإيرانية في شمال العراق تنفذ من عدة أبواب، من باب الإرهاب لمعارضيها ومن باب الأحباب لمطيعيها. سيادة العميد، من يتحمل مسؤولية ما يجري من انتهاك لسيادة البلاد؟ هل تتحمل المسؤولية الحكومتان في بغداد وأربيل؟ طبعا من يتحمل ما يجري من خرق لهذه السيادة هو الاحتلال الأمريكي الذي جاء بمخرجات الاحتلال الإيراني وما سبقه من ميليشيات وغيرها. لكن بالنسبة للاحتلال الأمريكي والإيراني منذ البداية أخي الكريم، منذ عام 2003 سعوا لاجتثاث الدولة العراقية بجميع ركائزها ومؤسساتها، وتم إعادة هيكلة الدولة وفق المفهوم الميليشاوي الذي بات هذا المفهوم حاجة ملحة لإيران اليوم لفرض هيمنتها وتنصيب حكومات موالية لها. لذلك حكومتا المركز والأقليم اليوم عاجزتان عن فعل شيء تجاه هذه الهجمات والتهديدات وخرق السيادة، فهم مسلوبتا السيادة والقرار في هكذا ملفات، وليس لهم القدرة على توظيف أدواتهم المؤسساتية في مواجهة التوغل الإيراني الذي يسيطر طبعا على القرار العراقي من جميع النواحي بما فيه العسكري والأمني والسياسي. ومن هنا أخي الكريم نرى هاتان الحكومتان، أقصد الأقليم والمركز، موقفهما في ملف الهجمات والتهديدات الإيرانية المستمرة محصور بالنقد الإنجابي الإعلامي فقط، والسبب أن العراق محكوم قصرا من منظومة ميليشياوية ولائية اجتثت السيادتين الداخلية والخارجية للدولة، وأصابت الدولة العراقية بالعطب الذي لا يمكن إصلاحه بوجود التخادم الأمريكي الإيراني. سيادة العميد، يعني في هذا الإطار، ما الذي يمنع تطبيق اتفاقية سنجار لخروج ميليشيا حزب العمال الكردستاني من العراق وتحييد نفوذ الحزب من هذه المنطقة تحديدا؟ ما الذي يمنع ذلك؟ أخي، الاتفاق عبارة عن صفقة إعلامية. نعم. فلو رأينا إلى أطراف الاتفاق الرئيسيين هي حكومة الأقليم وحكومة المركز. حكومة الأقليم أخي الكريم اليوم مسلوبة القرار والسيادة، اليوم تتحكم بها الميليشيات سواء بالبرلمان
أو بالقوات العسكرية والأمنية. اليوم الميليشيات منتشرة في شمال العراق سواء في الموصل أو سنجار أو سلعفة. اليوم ما يراد لشمال العراق هو تقديم محافظة نينوى بالذات، هذه المحافظة التي انتبهت تاريخيا واليوم في وجه الاحتلال الصفر والإيراني. لذلك حكومة العراق ما تسمى بالسلطة في العراق أخي لا ليس لديها قرار. اليوم الكاظمي وغيره والعبادي وأي شخص يأتي اليوم هؤلاء عبارة عن عناوين خالية من المضامين. اليوم القرار بيد الميليشيات، والميليشيات اليوم تجد تقادمها النفعي مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي. لذلك اتفاقية سنجار مجرد ورق كتبه وتم رميه في النفايات ولن يطبق بوجود الاستراتيجية الإيرانية في شمال العراق. من بغداد العميد الركن خليل الطائي مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية، شكرا جزيلا لكم.